حصارا بهذه الطريقة وتشل شعبا بكامله، وهو الذي تدخل وحل مشكلة لوكربي وفرض على الدول الغربية أن يحاكم المتهمون في أماكن في هولندا. هذه هي أمام محكمة في دولة أو في طرف ثالث. هذا هو مندلة دائما، أينما تكون هناك قضية عدالة، أينما تكون هناك قضية ظلم يتدخل، لأنه يرى أنه هذا هو واجبه ولم يتأخر مطلقا في نصرة المظلومين. ما دمنا أستاذ عبد الباري عطوان مع البلدان العربية، وأنت تعرف جيدا الملف الليبي والملف التونسي، يعني هل فهم الزعماء العرب كل هذه يعني التدخلات المانديلية إن صح القول؟ أنا أعرف مثلا أنك دخلت في جدل مع يعني الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وفهمنا من تدخلك أنك تعيب على الرجل يعني تصرفات مغايرة لمبادئه السابقة. يعني هذا من خلال هذا المثال التونسي يعني ممكن أن يعني نفهم أشياء أخرى عن سلوك الزعماء العرب الحاليين، جزء منهم يعني تخلص من الدكتاتورية ولكنه لديه أساليب في الحكم لا تعجبك. نعم، يعني أنا اختلفت مع الرئيس المنصب المرزوقي لأنه عندما تولى السلطة وتوقعت وهو المظلوم وهو الذي كان يعيش لاجئا في باريس، ورفضت الحكومة الفرنسية ضغوط الرئيس زين العابدين بن علي لتسليمه ولبتهم ملفقة، يعني هذه هي الحقيقة. يعني أيضا كان الشيخ راشد الغنوشي موجود في لندن واستمر لمدة 20 عاما، ورفضت الحكومة البريطانية كل الطلبات لتسليمه، وفوجئت أنه لما وصلوا إلى السلطة أنه أول شيء عملوا أنه سلموا شخص لاجئ إليهم هو البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق، وسلموه لنظام لا توجد فيه محاكم، لا توجد فيه شرطة، لا يوجد فيه جيش، لا يوجد فيه عدالة، وإنما ميليشيات مسيطرة على كل شيء وما زالت مسيطرة حتى هذه اللحظة. فأنا انتقدت، يعني قلت يعني الرئيس المنصف المرزوقي كان دائما يعني على رأس لجنة حقوقية تنتصر للمظلومين وتدافع عنهم وتقف إلى جانبهم في مواجهة الظلم وفي مواجهة غياب العدالة وغياب القضاء المستقل. هذا ما قلت، وقلت يعني أنا يعني أستغرب أن يقبل الرئيس المرزوقي حتى يقبل أن يستمر في السلطة تقوم بتسليم شخص مظلوم زيه. يعني قارنت بينه وبين اللي هو البغدادي المحمودي، ربما يكون البغدادي المحمودي ارتكب مخالفات، ربما يعني استولى على أموال، ربما كذا، لكن أنا ما قلت هو عليهم أن ينتظروا حتى يكون هناك قضاء ليبي عادل، وبعد ذلك وإجراءات قضائية محترمة، يعني بعد ذلك أوكي ممكن يسلم البغدادي المحمودي وفق الأسس القانونية أو يسلم لي محكمة جرائم الحرب إذا كان ارتكب جرائم الحرب في لها. هذا هو النقطة. يعني من المؤسف جدا أن القادة الجدد الذين جاءوا على ظهر الربيع العربي، أنا لا أعمم هنا، أنا أقول بعضهم نسوا الأوضاعهم السابقة ونسوا حقوق الإنسان التي كانوا يدافعون عنها، وبدأوا يتصرفون بطريقة أو بأخرى بطريقة صادمة لنا وصادمة لشعوبهم. يعني تشوف اللي بصير في ليبيا الآن، يعني شيء يعني أمر غريب جدا. هل تصور في دولة يختطف فيها رئيس الوزراء ومن قبل ميليشيا تدفع الدولة رواتب أعضائها ورواتب قادتها؟ لم يحدث هذا طبعا في ليبيا، في تونس حالة الشلل التي نراها حاليا يا أستاذ عادل، يعني حتى الآن لم يضعوا دستور، لا انتخابات رئاسية، لا مصالحة وطنية حقيقية، لم يفهموا الدرس، لا حكومة، لم يفهموا يعني الدرس من مانديلا، يعني لم يفهموا الدرس. نعم، لم يفهموا الدرس من مانديلا. لا، لم يفهموا الدرس من مانديلا، ولم حتى لم يفهموا، نسوا كليا اللي هي الأشياء، المبادئ الثورية التي قاموا من أجلها، التي قاموا بالثورة من أجلها، أو التي ركبوا الثورة من أجلها. هذه مصيبة. يعني لماذا لا يكون هناك دستور تونسي؟ لماذا لا يكون هناك توافق تونسي حتى الآن؟ لماذا لا يكون هناك حوار ناجح يثمر عن حكومة تضع مصالح البلد قبل الحزبية وقبل الفئوية وقبل كل ذلك؟ لماذا لا نرى نفس الشيء في ليبيا؟ الكاتب الأستاذ مسعود ديمان يعلق.